ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميادة حنفي، والنهارده هعمل لكم ريفيو عن برودكت حلو جدا، بيشيل الشوائب الدهنيه اللي في الوش، وبيشيل كمان الميك اب حتى الووتر بروف منه. تعالوا نشوف هو ايه، يلا بينا. هكلمكم النهارده عن ماء ميسلر من جارنييه. تمام. هو العبوه دي اللي معايا 400 مللي، بتيجي بحجمين تقريبا، في 200 مللي وفي 400 مللي. الحجم ال 400 مللي بحوالي 100 جنيه تقريبا، لو اقل بيبقى حاجة بسيطة. البرودكت ده حلو قوي في ايه؟ في انك مجرد ما بتستخدمي منه كام نقطة على القطنة، بجد اول ما بتمشي عليها بيشيل الميك اب حتى الووتر بروف. لو ماسكارا ووتر بروف بيشيل الماسكارا يعني من غير اي فرق او بتدعكي في عينيكي. بصراحة هايل جدا. بيشيل الرؤوس السوداء اللي في المناخير، اللي بتبقى في المناخير. بينظف البشرة جدا، بيرطبها. تحسي ان انتي بشرتك فعلا بقت ناعمة جدا، وبقت نظيفة وصافية بعد ما بتمسحي وشك كله. ممكن تمسحي بيها رقبتك، وبتمسحي بيها كل وشك. تستخدميها على شفايف عادي لو عايزة تمسحي الروج ولا اي حاجة. حجمه حلو قوي وبيكفي، بيقعد معاكي حوالي شهرين لثلاثة. بصراحة من احسن الحاجات اللي استخدمتها من جارنييه. هو ماء ميسلر. ده شكله اهو. تمام. تقدروا تشتروه من اي صيدلية. انا جبته بصراحة مش من الصيدلية، كان عليه اوفر من نون ايجيبت. انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا اتعاملت مع نون ايجيبت كتير، هما حلوين جدا، والدليفري حلوة قوي، والباكجينج حلوة قوي، والقروض اللي بيعملوها برضو بتبقى هايلة. فانصحكم ان انتوا تستخدموا جارنييه سكين اكتف ماء ميسلر، حلوة قوي في تنظيف البشرة، وبيمسح الميك اب، وبيصفي البشرة جدا، وبيخليها نظيفة وناعمة ونضرة. ينفع لكل انواع البشرة، الحساسة والعادية والمختلطة والدهنية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.